أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مدرجات الجماهير وعلى الرغم من صراع التنافس والحماس فيها لم ينسى سكانها روح التسامح والقيم الإسلامية، وأكدوا بأن بذرة الخير لا زالت مزروعة عند شباب المدرجات. فمدرجات زعبيل كانت شاهدة على قصة إسلام عاشق مارادونا أليخاندرو الأرجنتيني اللي شد الرحال من بلاد التانجو إلى دبي ليكون بالقرب من نجمه المحبوب، وشاء القدر أن يتحول أليخاندرو إلى راشد علي وأن يجد نور الهداية الطريق إلى قلبه. تفاصيل القصة ترصدها عدسة الجماهير. من بلاد التانجو شد الرحال بحثاً عن نجم اشتاقت له العيون والقلوب في بيونس آيرس مارادونا. باع كل ما يملك من أجل رحلته إلى دبي ليحجز له مقعداً في مدرجات الفهود حتى يكون بالقرب من الأسطورة التي لا تغيب عنها شمس النجومية دييغو. تلك هي باختصار قصة مجيء أليخاندرو الأرجنتيني إلى دبي منذ 3 شهور. فاللحظات البسيطة التي قضاها في ربوع زعبيل أدخلت في نفسه روح الطمأنينة، فتعرف على ثقافة وعادات البلد وحاكى بنظراته عمارات التطور والحداثة في دانة الدنيا، ولعل أبراجها المتداخلة في السحاب جعلته يرمق بطرفه إلى السماء ليسأل بفطرته عن عظمة الخالق ويخاطب بوجدانه عن دين الفطرة. My life now is different. Maybe my soul is my master. حياتي الآن أصبحت مختلفة وأشعر بحرية، والضغوطات التي كنت أعاني منها في قلبي زالت. I have like Muslim only 3 days. وعند دخول الإسلام منذ 3 أيام أشعر كأنني شخص آخر. Other people now different, more calm. وأنا لازلت أتعلم الكثير عن هذا الدين. I am learning still a lot and I must learning a lot more. ويجب أن أعرف المزيد عنه، ولكن المهم أنني الآن أشعر بالسعادة. My feel is more happy. جماهير الوصل كانت العنصر المؤثر في قلب أليخاندرو، فبعضهم حرك وجدانه وأنار قلبه المظلم بشعلة الإيمان وكان سبباً في اعتناقه الإسلام. فوجد الأخوة والترابط التي عوضته غربة الأرجنتين لتصبح الإقامة في دبي حلمه المنتظر، حفاظاً على دينه وقرباً من بيوت الله لتكفيه مشقة البعد عن أقرب مسجد في بيونس آيرس. It's a dream. Still is a dream. إنه حلم بالنسبة لي ولأسرتي أن أعيش هنا، فأنا أحتاج إلى وظيفة. All my family is waiting. I have my wife and little baby. وكل عائلتي تنتظر، فأنا عندي زوجة وابني الصغير، والكل يحلم بالاستقرار في دبي. For me not only live near Dubai Wasl. ليس لنادي الوصل أو العيش بالقرب من أصدقائي، بل للمحافظة على صلواتي وأكون قريب من المساجد التي هنا قريبة، على عكس البعد والصعوبة في البرازيل. دخول أليخاندرو في كنف الدين الحنيف كان سبباً في هداية زوجته وابنه الصغير اللذين يرتبطان به، فلم تتردد زوجته في الموافقة على قراره باعتناق الإسلام. عندما اتخذت قراري بدخول الإسلام قبل أشهر وافقت زوجتي وأيضاً ابني الصغير، وهي تحتاج للكثير من التعلم خصوصاً وهي مدرسة. She needs to learn a lot. ولكن بتواجدها هنا ستتعلم الكثير. I couldn't teach teacher before
now is Marisi, maybe here she can learn. أما عن عائلتي والمجتمع في بيونس آيرس صعب فهم هذا القرار ولا أعرف لماذا. It's hard to understand for them. مارادونا ذلك الصرح الكروي العملاق في الأرجنتين والعالم هو جزء أصيل في حياة العاشق الأرجنتيني، فهو من أدخل الفرح والسرور في كل زاوية من أرجاء بلده. ففور انتقال مارادونا إلى دبي لم يتمالك أليخاندرو هذا الفراق، فباع أثاثه وثلاجته وفرنه الصغير ليلحق بنجمه المفضل، ليرضى بأقل القليل بين جدران الأصفر، ليدير الشبكة العنكبوتية الأرجنتينية الوصلاوية، وتمنى أن يدخل نور الإسلام إلى قلب نجمه المحبوب مارادونا. فلم لا؟ والله يهدي من يشاء بغير حساب. ربما لأن مارادونا مر بظروف صعبة في صحته، وأنا مررت بظروف في حياتي العامة، لكن قد تكون ظروفنا متشابهة، وأنا دائما قريب منه رغم أنه لا يعرفني، ولكن الآن نحن قريبين من بعضنا، وأتمنى أن يكون مثلي مسلما. Maybe it's not only for me. Maybe it's for God. Inshallah. فهذه نعمة هم يعرفونها، لكن نحن لا نعرفها، لأننا والحمد لله كنا في الإسلام وظلنا في الإسلام، لكنهم هم الذين دخلوا في الإسلام جدد، فيعرفون معنى الإسلام ويعرفون هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى القرآن الدين الإسلامي شرح للصدور. سبحان الله، القرآن هذا يوم يقرأه الإنسان الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلبه وينشرح صدره، فهو يعني الكافر هذا اللي يعني كان غير المسلم يكون يعني أصلا كان في حياة نكد كثير من أعوذ بالله، القلب يكون مليء بالنكد مليء بالهموم والغموم، لكن يوم يدخل في الإسلام ينشرح الصدر. سبحان الله، ينشرح الصدر ويكون يعني سبحان الله قلبه مطمئن بالإيمان. فهذه نعمة لا يذوقها إلا من خرج من الإسلام أو كان خارج الإسلام ثم دخل في حضرة الإسلام. إسلام أليخاندرو كان يوماً مشهوداً في مسجد نادي الوصل بزعبيل، استقبلته الجماهير المصلية بالتهليل والتبريك، فالكل جاء يهنئه بخطوة الإسلام، فاللحظات كانت مؤثرة والتباشير ارتسمت على الوجوه، فكاميرا الجماهير كانت شاهدة على إطلاق الشهادتين بلسان المسلم الجديد الأرجنتيني أليخاندرو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله. الله أكبر. Congratulations. شكراً brother. All of you are my family now. جميعكم الآن عائلتي، وبهذه الخطوة سأساعد إخواني في أمريكا الجنوبية في اعتناق هذا الدين. All of people in South America to know that exist. You feel happy now? Satisfied? I'm happy. More freedom. More life. أنا أشعر بالحرية الآن والسعادة، وحياتي أصبحت خفيفة، كأنني كنت أحمل شيئا ثقيل على ظهري والآن زال. ما هو اسمك الآن؟ راشد علي. وأحمد هو اسم ابن الصغير. لماذا اخترت اسم راشد؟ أنا هنا لدي الكثير من الأصدقاء، وربما لأن هناك شخص عزيز على قلبي اسمه راشد، أحببت أن يكون اسمي عليه، وهو أخي الصغير أو كابني، وهو راشد البستكي. اسمي الجديد الآن راشد. My brother, my little brother, part of my life, important part of my life for me, like a son. Rashid is my new name, like Rashid is my little brother. لحظات سيقف عندها الزمن بالنسبة لراشد علي، وسيكون ميلادا جديدا لحادثة هي الأولى في المدرجات أن يشهر فردا من أفرادها الشهادتين
في داخل أسوار ناد اعتاد على الهتاف والتشجيع، ولعل هذه الحادثة تصح النفوس بأن في الجماهير لعبرة وهدف يفوق بكثير مبدأ الفوز والخسارة. وتلك هي دائما الدراما الشعبية لحياة الجماهير الرياضية. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. صراط الذين. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب. عليهم ولا الضالين. عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. ننصح جميع الإخوة وجميع يعني اللي في المدرجات أن يعاملوا يعني غير المسلمين معاملة طيبة، لأن هذا فيه دعوة لهم على الأقل. إذا ما يعني رحت مشيت جبت له كتاب يعني بترجم مترجم عن الإسلام، على الأقل عامله معاملة طيبة، اهدي له هدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، يعني الهدية هذه وإن قلت على الأقل يعني تعطيه يعني هدية، يعني موبايل شيء بسيط يعني تكون فيه أثر يعني في القلب، يعني القلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون.